أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماء الليل ليسكنوا فيه
والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا فانزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صدق الله العظيم. ألم يروا أنا جعلنا
الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع وكلنا آتوه داخرين وكلنا تفعلون.
خبير بما يفعلون. من فله خير منها فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وهم من فزع يومئذ وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن
وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله قل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها إنما رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه قل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم تعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون سيريكم آياته
قل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما يعملون وقل الحمد لله سيريكم آياته وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم قل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. صدق الله يا رب يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يا من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من اعظم القسم. وهكذا اخوة الايمان والاسلام استمعتم من ايات الله البينات والتي تلا على مسامع حضراتكم فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ محمد سالم عامد القارئ وامام بجامعة الازهر الشريف والمقيم بالقاهرة. ولقد نقلناها لكم على احدث مكبرات صوت عالمية كبرى والانارة الكهربائية والفراشة الحديثة والمعرض الفني. قد تركبت تحت ادارة واشراف الحاج شحاتة عبد الهادي واولاده المقيم بقرية البرنوجي التابعة لمركز ومدينة دمنهور. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.